مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قضية لعدد كبير من المغاربة كيتبعها، قضية إيمان 26 سنة اللي قبل وفاة الأم ديالها بثلاثة أيام كتفاجأ بسر اللي هو أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. عدد كبير من المغاربة كما قلت في السابق متبعين الملف، وكما تبعتوا معنا أستاذة حسنة المنسقة الوطنية للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان متبع الملف بدقة. مشاهدينا الكرام، إطار القانوني غادي تبدا فيه الهيئة، وكذلك مستجدات جديدة في الموضوع غادي نشوفها مع إيمان. أستاذ، اليوم جيتوا للمحكمة عندكم شي خطوات، بديتوا كتشوفوا الأمور، فين وصلت الأمور ديال إيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنبغي نبارك المغاربة هاد الجمعة هادي، وكنبغي نشكرك على المتابعة اللصيقة الملف ديال إيمان أو أي ملف كتبداو نتوما كمنبر إعلامي، يعني جاد أنكم كتمشيو به حتى للآخر. بالنسبة للملف ديال 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 إيمان، كيف ما كنا تكلمنا في السابق أنه غادي تكون إجراءات قانونية، وفعلا حنا بدينا فيها، يعني ها هي كاينه واحد يعني واحد الاجراء قانوني اللي بدينا فيه، ولكن كانت واحد المستجدات هي اللي خلاتنا اننا غادي نتريثوا واحد شويه، اللي هي حنا كيف ما كتعرفوا الهيئه المغربيه للعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان، فالعداله الاجتماعيه عندنا هي السابق، فبالتالي الحرص ديالنا على الشق الاجتماعي وعلى اننا نجمعوا ماشي نفرقوا هو اللي خلانا الان يعني نتريث في الشق القانوني، على اعتبار كاينين المستجدات، وهي ان السيده محجوبه كيف ما كانت وعدت إيمان أنها غادي تشوف لها العنوان ديال الحفيظة، باعتبار أن هي اللي عارفة حسب القول ديال المحجوبة هي اللي عارفة الوالدين البيولوجيين ديال إيمان، جابت لها دابا العنوان ديال الحفيظة اللي كاينة في أسفي، وحنا ارتئينا أنه يكون عندنا واحد الاتصال مباشر بمحجوبة، لأن منين إيمان حنا دائما فاش كنتواصلوا معها كنحاولوا نتأكدوا منها أنها واش هي هاد الإجراءات اللي باغا تمشي فيهم، خصوصا الشق القانوني واش متأكدة منه، ولكن دائما ايمان كانت كتبين بان هذاك الرابط واخا هو ماشي رابط دموي مع محجوبه، باعتبار انها كتعتبرها في مقام الجد ديالها، دائما كيخليها متحرجه، فبالتالي ملي محجوبه صدقات معها وجابت ليها العنوان ديال الحفيظه، فهذا خلاها يعني كتقول لك انا بغيت نتريت ونشوف مي محجوبه واش يعني ممكن يعني ترجع وتساعد معايا وتقلب معايا، تكون هي واحد الطرف اصيل انها تقلب معايا على الام ديالي. هذا هو اللي خلانا حنايا اليوم من حدا المحكمه ديال الابتدائي اننا تواصلنا مع الاسره ديال السيده محجوبه، باعتبار انها مريضه، جاوبتنا الابنه ديالها زوجه الابن ديالها، ودرنا معاهم اننا غادي ننتقلوا عندهم، وغتكون عندنا واحد الجلسه يعني حبيه مع محجوبه، وغادي نشوفوا المعطيات اللي غادي تقدر تعطينا، وغنشوفوا ديك الساعه يعني نتمنوا ان الامر يمشي في هذا الاتجاه هذا، ونشتغلوا ككل يعني حنا والاعلام ومحجوبه ومحفوظه وحافظه عفوا، ونقدروا نلقاو الاسره ديال ايمان بلا ما نمشيو في واحد الاتجاه، لان اللي تاكد ليا وان المحجوبه يعني هي واحد المراه كبيره وشبه عاجزه، فاحنا ما بغيناش نديروا مشاكل لهاد الناس هادو، كناكد لهم من هذا المنبر اننا حنا راه ما غاديش نكون واحد الطرف اللي غادي يخلق واحد المشاكل ولا يتسبب في واحد الفرقه او شتات ديال الاسر، بكثر ما ان ايمان بغات غير تعرف شكون الام البيولوجيه ديالها، وهي كتقول لك انا ما بغاش نمشي حتى انهم يعطوني النسب، انا ما نقدرش نتنكر النسب ديال الام ديالي والاب ديالي اللي رباوني وخلوني في واحد الوضع مستقر سواء مادي او اجتماعي، فبالتالي هاد ايمان بغات غير تعرف الوالدين ديالها، لدرجه ان هي الا كان غيتسبب بهذا الشيء شي مشكل الام ديالها راه تقدر هي تعرف على الام ديالها عن بعد، يعني هاد الايمان عطات كاع الحلول، هي ما بغاتش دير مشكل، فبالتالي كنتمناو ان الاسره ديال المحجوبه وحتى حافظه اللي كانت كتسمعنا انها تتواصل معنا، واننا نجلسوا في اطار حبي ونلقاو حل ان شاء الله. عندي معك مساله اخيره ما عمرنا تكلمنا فيها، هو الوضع الصحي ديال ايمان ليس على ما يرام، ولاول مره غنوضعها في الصوره كما شفتي، كتقدرش مسكينه تمشى، ما عندها خوت، ما عندها حتى واحد، كيفاش كتشوفي هذا الوضع الصحي ديالها مسكينه؟ هي جالسه ما تقدرش توقف. نعم، ايمان صحيا ما كتقدرش توقف، ما كتقدرش تمشي، كتمشي بصعوبه، حنا واحد الخطوات اللي غنديروها في ثواني هي كتاخذ عليها واحد الدقائق كثيره. الوضع الصحي ديالها بشكل عام يعني صعيب، وكيف ما قلت يا استاذ يوسف هي ما عندها حتى شي حد عند الله سبحانه وتعالى، حقيقه هي اونتوغي يعني دايرين بها الاسره ديال الام ديالها، ولكن هي راها ما كرهاتش انها
انها تلقى الاسره ديالها البيولوجيه وتعرف عليهم وتعرف حقيقه اشنو وقع. وكيف ما قلت هي رغم المرض الجسدي ديالها، وانا قلتها لها قبيله كنقول لها خاصك تفرحي بهاد الاباء الوالدين ديالك اللي تحت التراب، لانهم يعني حماوك اجتماعيا، عطاوك واحد التربيه اللي خلاتك قويه نفسيا، عندها واحد الشخصيه قويه، عندها واحد الثبات وعندها واحد الاختوريه ما كاينتش في بنات في هذا السن هذا. فما شاء الله عليها، هي جسديا هي محتاجه لدعم، معها واحد السيده هي اللي كتكون بها، ولكن راه ما كنعرفوش من هنا للقدام يعني اشنو ممكن يطرى. فاللي غادي نبغي نقول لك عرف شي معلومه على الاسره ديال ايمان يعني يصلها بها، لانها محتاجه يعني محتاجاهم، هادشي اللي غادي نقول محتاجاهم. حنا ان شاء الله مزيان ملي كاين خبر جديد غادي تشوفوا هاد محجوبه، ياك هاد محجوبه غتشوفوها يعني اعتبروها بانه هي الصندوق الاسود على المعلومات والاسرار. مشاهدينا الكرام في الاخير فيما يخص احترام الراي العام اللي ما تبعوش القصه، غنحاول نتكلم في الموضوع بشكل مختصر. غادي تمشيو عند محجوبه اليوم كتبكي اش كتوقعي غتشوفوا دابا محجوبه؟ ما كنتش بغيت نوصل انا وياها لهذا الشيء، ولكن كنتمنى دابا ملي نمشي عندها تقول لي الحقيقه. واش اللي كنتمنى؟ الله يفرج عليك يا ربي. شي اضافه؟ مرحبا. وانا غنختار تقول لي غير الحقيقه، واش اللي كنطلب؟ بغيتي الحقيقه ان شاء الله. نتمنى ويا ربي. مشاهدينا الكرام احتراما للرأي العام بشكل كبير، كما قلت في السابق إيمان 26 سنة، تزادت الأم والأب كبروها، وصلت لهذا السن حوالي 3 أيام قبل وفاة الأم كتعطيها سر بأنه أنا ماشي أمك وهذاك ماشي باك، تغيرت عند الدنيا لما هو أسوأ، تطالب بحقها شكون هي أمها وشكون هو بها الاصليين. هاد الناس كبروها مشكورين، ما عندهمش وليدات، خلوا لها واحد المنزل على الحال رغم انه الوضع الصحي ديالها مسكينه ليس على ما يرام. مشاهدينا الكرام قبل وفاه الام 3 ايام اللي عطاتها هاد السر قالت ليها الاسرار كلها عند حافظه ومحجوبه، هما عارفين شكون هي امك وهي عارفين وعارفين شكون هو باك. ايمان اتصالات من العائله ديال محجوبه او حافظه، كل واحد كيعطيها اتجاه والامور ما واخداش طريق سليم، ما واخداش واحد الطريق صحيح اللي غنقدروا نوصلوا للمبتغى اللي هو نوصلوا للهدف. الان الخطوات اللي دارت الاستاذه حسناء مشكوره اللي تواصلت مع محجوبه اللي رحبات بانه غادي تلاقى معها هي وايمان. لا نعلم هل لنا واش عندهم طبيعه الحال باغين انهم يشوفونا حتى احنا باش يرووا معنا الموضوع بدقة ونعرفوا الحقيقة، ولكن يبقى لنا السند هي إيمان وهي ممثلة ديال الهيئة الحقوقية اللي غادي تشوف إلى ما كتبش وما توفقناش أنه يعطيونا احنا المعطيات غادي يطرووا معنا الأستاذة. وهذا هو ما يهمنا في الموضوع، قصة إيمان قضية رأي عام، عدد كبير من المغاربة تيتبعوا الموضوع والكل يسأل عن النهاية في هذا الملف، من هو أب ومن هي أم إيمان. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا الآن خطوات، تنتمناو يا ربي أستاذة توفق مع محجوبة أنه تعطيها الحقيقة الكاملة اللي بغينا نوصلوا لها. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا.